السلام عليكم، كيف الحال أحبائي؟ أتمنى يا رب تكونوا بخير. أهلا بكم، معكم أحمد صالح. اليوم بلقائنا الجديد والمتميز والبسيط يلي رح أأكد فيه مثل ما كنت أأكد في كل لقاء أن ضمن برنامج الباوربوينت في عندي لياقة ووفرة ومرونة رائعة جدا جدا تحكم أو بتنحكم إلى ما يسمى رياضيات المعلومات. بمعنى وباختصار وببساطة، يمكن من خلال شكل جدا بسيط نطلع تصميم غاية في الروعة وغاية في الإبداع. فقط أطلق العنان لمخيلتك فقط لا غير، وابدأ بتركيب هذه الأشكال واستنتاج أي شيء جديد منه موجود في البرنامج، فتكون أنت ضمن حلقة الإبداع. خلنا نطبق مثل ما أنا شايفين على الشاشة الآن نموذج جميل جدا جدا للوحة إنفوغراف أضمن فيها خيارات وأضمن فيها شروحات وقدمها إلى الناظرين والمتابعين والمشاهدين أيا يكن جمهوري. وما رح يتطلب مني العناء في تصميم هذه اللوحة غير أني أنا أستخدم تقانة شكل واحد فقط لا غير، وأستثمر أدوات البرنامج البسيطة لحتى نطلع تصميم إنفوغراف. قبل ما نبدأ بلقائنا اليوم أحباب القلب، أطلب منكم الضغط على مفتاح اللايك وترك التعليقات وتعمل شير لهذه الفيديوهات لتوصلها معي إلى أكبر قدر ممكن من المستفادين والمستحقين. وأيضا إذا كنت ضيف جديد على قناتنا فنتشرف فيك، ولا تنسى الضغط على مفتاح الاشتراك وتفعيل الجرس ليصلك مني كل جديد. ويلا مع بعض لحتى نبدأ مباشرة بلقائنا اليوم. أهلا بكم أحبائي، قمنا الآن بتشغيل برنامج الباوربوينت وأخذنا سلايد أو شريحة فارغة. على عجل رح أنقر باليمين وأختار تنسيق الخلفية، ومن تعبئة خالصة رح أختار لون من عائلة معينة من أي ألوان. خلني أختار على سبيل المثال هذا اللون. رح نتوجه إلى قائمة العرض، ومن فعل خطوط الإرشاد رح تساعدني برسمتنا كتير. نرجع إلى قائمة الإدراج، ومن الأشكال رح نستعين اليوم بشكل البيضاوي أو بالدائرة فقط لا غير. رح أضغط الاختيار شكل بيضاوي، أضغط مفتاح الشيفت من الكيبورد وأنكر مع السحب لحتى أرسم دائرة بمساحة معينة وتكون معي في منتصف الشريحة. بإمكاني أختار بالمحاذاة السريعة لضبطها بالمنتصف تماما. طيب، رح نحدد الدائرة، وبنجي للتنسيق. الإطار بختار يكون عندي إياه بدون إطار. بنرجع إلى إدراج، ومن الأشكال في عندي شيء اسمه قمر. رح أنكر لمرة واحدة وأضغط مفتاح الشيفت وأنكر مع السحب لحتى أرسم منه هيدي المساحة، يعني بحيث يكون على قدر المساحة الدائرة يلي عندي بالضبط. تمام، على قدر مساحة الدائرة. الآن رح أختار بدون إطار للرسم، بدون إطار. أما التعبئة رح أختارها نفس العائلة اللونية لكن أنقص درجة واحدة فقط لا غير، يعني نفس اللون اللي أخذتهم تمام للخلفية لكن أنقص درجة لمرة واحدة فقط لا غير. ومتوجه إلى تأثيرات، وفي عندي شيء اسمه حواف ناعمة. حواف ناعمة راح أخذ حيز لهذه الحواف، يعني بحيث يكون عندي حواف ناعمة متدرجة يعطيني هالة الإضاءة مثل ما أنا شايفين. خلني أعمل استدارة بنسبة 90 درجة وبنقر على الشكل وبسحبه إلى فوق الدائرة اللي نحن رسمناها. تمام، وبنعطي إرسال إلى الخلفية لحتى أنا أحصل فقط على هيدي الإضاءة يلي نحن شايفينها. الآن بعمل من الشكل Ctrl زائد D، يعني Duplicate أو تكرار. وبنرجع إلى التعبئة وبنختار مو لون الخلفية، اللون يلي أغمق منه، يلي أغمق منه حبة. وبنعمل انعكاس عمودي له وبنسحبه إلى هذا المكان بالضبط، وأيضا بعطيه نقل إلى الخلفية. الشكل اللي أنا رسمته اللي هو الدائرة رح نعبئه بنفس لون الخلفية تماما اللي هو عندي هذا اللون. بيكون حصلت أحباب القلب مثل ما أنا شايفين على شيء بارز بيحمل بطياته الإضاءة أو الظل والإضاءة، تعطيني هذه المحاكاة في رسومات الإنفوغراف. وبصراحة أنا جدا بحب هذه الرسومات، وبتلاحظوا لإنتاجها ما عندي شيء الصعب. الآن رح أخذ الدائرة نفسها وبختار منها Ctrl زائد D تكرار. تمام، مثل ما أنا شايفين أخذت لها تكرار. الآن رح أجي إلى الدائرة اللي رسمتها اللي مو باينة معانا الآن، هيدا هي الدائرة هون اللي هي مو باينة معانا. تمام، ورح نأخذ لها ظل على الشكل التالي، عفوا، ورح نأخذ لها ظل على الشكل التالي. أنا محتاج يكون الظل عندي للأعلى واليسار. تمام، للأعلى واليسار، فبجي بختار أعلى اليسار. لون الظل أنا محتاج يكون نفس العائلة اللونية لكن درجة أخف، درجين أخف. الضبابية خلنا نوسعها شوي إلى 8 نقاط، والمسافة أيضا تكون معاي 8 نقاط. تمام، طيب رح أضغط كنترول مع الشيفت وأصغر مساحتها شوي للدائرة. تمام، يعني تكون معاي
بهذا الشكل بالضبط، وفيني أرجع أختار محاذاة إلى المنتصف ومحاذاة إلى الوسط لحتى نحكم الرسمي. باخذ منها كنترول زائد دي، يعني بعمل تكرار مرة تانية، أو بنرجع إلى الظل وبنغير المكان، ومحتاج يكون عندي الآن أسفل يمين، أسفل يمين عندي هذه الزاوية المقابلة اللي هي أسفل يمين. أما اللون برجع بختار نفس لون الخلفية لكن بدرجة أغمق، بدرجة أغمق. نفس الشيء الضبابية راح نزيدها إلى 8 نقاط، والمسافة أيضا إلى 8 نقاط، عفوا إلى 8 نقاط، وراح أخذ كمان محاذاة إلى الوسط وإلى المنتصف، وبيكون حصلت الآن على هذا المزيج الجميل. تمام، عندي مفتاح النفر اللي شايفينه بهذا الشكل. راح نرجع إلى الدائرة اللي أخذناها بالأخير آخر وحدة، وبختار منها كنترول زائد دي، راح ألغي منها الظل اللي نحن أخذناه بلا ظل، وراح ناخد ظل داخلي لكن يكون عندي الزاوية أعلى يسار، ظل داخلي، ظل داخلي، بحيث أنه أنا أحصل الآن على تجويف، على تجويف. تمام، طيب، وخلنا نزيد أيضا ضبابية إلى 8 والمسافة أيضا إلى 8 نقاط. أما اللون فمحتاج يكون في عندي هون لون تعبئة متدرجة، يعني راح أختار لونين، لون هذا عندي أنا بجي بختاره من نفس لون الخلفية، نفس لون الخلفية تماما، واللون الثاني بحتاج يكون أغمق شوي أو أكشف شوي. أنت بالآن تتحكم بهذا النموذج، أنا راح أشتغل الآن على هذا الأساس فقط، راح أعكس الألوان بعض البعض بحيث يكون اللون الغامق عندي إياه هون والكاشف عندي إياه هون. الآن مشان التمييز أكثر فقط أمام حضراتكم راح أختار لون أكشف شوي تماما، تمام، بهذا الشكل لحتى نحصل يا أحباب القلب على هذا التجويف وهذا الظل. راح أطابق الأشكال وبعطي شوية تصغير لرسمتنا الأخيرة، تصغير حجم بسيط. تمام، بعد ما أضغط كنترول مع الشيفت راح نصغرها شوي لتكون معي بهذا الشكل، وأيضا بختار محاذاة إلى الوسط والمحاذاة إلى المنتصف، وراح نلغي الآن خطوط الشبكة من قائمة عرض أو خطوط الإرشاد، وبيكون حصلت الآن على هذه الرسمة وهيدي الظلال وهيدي الإضاءة وهي التجويفات. راح نحدد كل هذه الأشكال مع بعض البعض، وبختار من لوحة مفاتيح كنترول زائد جي، ونسحبه لأحد المواضع، وبختار كنترول زائد دي من الكيبورد، وبناخد منه شكل تاني ويكون معي بهذا المكان. أيضا برجع بختار كنترول زائد دي ويكون معي أيضا بهذا الموضع وكنترول زائد دي. الآن فيني أحدد كل هذه الخيارات وبسحبهم إلى منتصف الشريحة بالضبط، ومن قائمة التنسيق ومن المحاذاة فيني أعمل توزيع أفقي لحتى يكونوا عندي في مساحات متساوية 100%. الآن يا أصدقائي رح أتوجه إلى قائمة الإدراج، ومن أيقونات رح أستدعي بعض الأيقونات على الشكل التالي. خلنا نتوجه إلى تحليلات وناخد شكل 2-3-4 وأنقر على المفتاح الإدراج. طيب، هاي أيقونات خلني أوسعهم شوي مشان يكون الموضوع يعني واضح لحضراتكم بالشرح. هذه الأيقونة بنلاحظ أنه في عندي إمكانية أن يعني أغير لونها، لكن بتلاحظ عندك الخيار الخاص بالتعبئة المتدرجة وبقية الخيارات غير مفعلة، فلهيك أنا لازم أنقر على الشكل اللي هو الأيقونة وأعمل هون تحويل إلى شكل. لما أحوله إلى شكل تفعلت عندي كل الخيارات أصبحت متاحة، فلهيك راح أحدد كل الأيقونات وبعطي من قائمة تنسيق تحويل إلى شكل. ونجي الآن إلى تعبئة متدرجة. تمام، راح أختار أول لون، هذا اللون يكونه كاشف وهذا اللون يكونه غامق أو من نفس العائلة اللونية، ما عندك أي مشكلة فيها، وليكن عندي يام الأزرق الغامق، بناخذ ألوان إضافية منه شوي ومنزيد بكثافته اللونية لحتى يكون عندي مثل ما أنا شايفين بشكل الظل. من الاتجاه فيك تغير اي زاوية انت بقى بدك اياها لموضوع الظل، احنا رح نختار هيدي الزاوية لاني عندي الظل من هيدي الزاوية بالضبط. نفس المبدأ بامكانك تزيد الاضاءة وتزيد الظل مثل ما انا شايفين مشان تكون رسمتك يعني واضحة قدر الامكان. الان رح اسحب الايقونات الى داخل الاشكال الدائرية. لامور ضبط المساحات والمسافات انا بحدد الكل مع بعضه البعض، وبختار محاذاة الى الوسط ومحاذاة الى المنتصف. نفس المبدأ عندي إياهم بالشكل الثاني، محاذاة إلى الوسط ومحاذاة إلى المنتصف لحتى أضبط مواضع رسماتي بالعموم. نفس المبدأ الخيار اللي بعده، ومحاذاة إلى المنتصف وآخر شكل عندي إياه، عفوا وآخر شكل عندي إياه كمان بختار محاذاة إلى الوسط ومحاذاة إلى المنتصف. الآن رح أتوجه بكل بساطة إلى أدراج وبنختار وورد أرت وبنكتب النص اللي عندي إياه لعنوان الشريحة، فبنكتب عنوان العرض التقديمي بهذا المكان
تمام، وخلنا ناخذ له لون من نفس العائلة اللونية نفسها، هذا اللون مضاء وجميل، ونختار نوع للخط وليكن معي بهذا النوع، تمام بهذا الشكل. الآن نرجع إلى أدراج، ومن مربع نص رح أرسم مربع نص، وبستدعي أي نص باللغة الإنجليزية. أنا كالمعتاد دائما بستخدم النص التلقائي من ضمن البرنامج تساوي راند، وبفتح وبسك القوس وبعطي انتر، يعطيني عدة فقرات، بمسح الفقرات اللي أنا ماني محتاجة وأبقي فقط على الفقرة اللي أنا محتاجة فقط لا غير. تمام، خلني أبعبئها كمان بلون غامق شوي، واللي يكون معاي من نفس العائلة لكن بلون عفوا هو باهت شوي، ونختار توسيط، منصغر حجم الخط لحتى أنا أبدأ بكتابة فقرتي المعبرة عن هذا الخيار بهذا المكان، وبختار من الآلة كنترول زائد دي، وبنعمل عنوان للفقرة، بنضع عنوان الفقرة بهذا المكان، وبنرجع بنلونه أيضا بنفس اللون بحيث يكون جميل معنا، بناخذ بولد وبنكبر حجم الخط شوي تماما يا أحباء. طيب برجع بحدد الشكلين مع بعض أو مربعين نص مع بعض من خلال مفتاح الكنترول، وبختار كنترول زائد جي لحتى يعطيني هذا شو الدمج، بختار كنترول دي بناخذ تكرار، وبضع الفقرة الثانية بهذا المكان وكنترول دي، بنضع الفقرة الثالثة تكون معاي بهذا المكان وكنترول زائد دي، ويكون معاي الفقرة الأخيرة بهذا المكان. ولما نشغل شريحتنا ونقدم أفكارنا للجمهور أو المتابعين رح تكون جدا يعني رايقة وجميلة وبسيطة وحلوة. من حق المتابعين علينا دائما نحن نقدم لهم الشيء الجميل واللائق فيهم، وبتلاحظوا نحن ما استخدمنا فقط بهذا التصميم غير فقط الدائرة فقط لا غير، لكن في عنا إمكانية المرونة بالعمل على ما يسمى الإضاءة والظلال، هي مبدأ رسومات الإنفوغراف بالعموم. أتمنى إن شاء الله بهذا اللقاء أكون قدمت لحضراتكم الشيء النافع والجميل واللائق فيكم كالمعتاد. فلا تنسوا من التفاعل والدعم، تجزوا عني كل خير إن شاء الله، وألقاكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله.